بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الوحدة الخامسة من كتاب A1 Trigger. كده الأربع وحدات الأولانيين موجودين كاملين على المنصة. لو أنت ما شفتهمش فارجع للمنصة هتلاقيهم كلهم بالترتيب. كل فيديو موجود فيه واحد حاجة معينة من الوحدة، يعني كل وحدة موجودة على شكل 2 فيديو، فيديو كلمات وبعدين فيديو قواعد. من الأولى لحد الرابعة موجودين، والخامسة إن شاء الله دلوقتي زي ما أنت شايف كده جاري إعدادها، يعني هتكون موجودة كلها. وأنت بتسمع الفيديو ده أكيد الفيديو التاني اللي فيه قواعد موجود. اول سؤال بيقول لي finding work as a can be very challenging. طبعا انت عارف ان كلمه challenging دي معناها exciting but difficult، يعني شيء مثير ولكنه صعب، يعني شيء صعب ولكنه مثير. والجمله على بعضها كده، انك تجد عمل كاي ده شيء فيه تحدي كعامل حر. وانت عارف ان كلمه فريلانس دي صفه والظرف وبيكون بعدهم كلمه work مثلا، فنقول freelance work وفريلانس رايتنج وهكذا. طيب free يعني حر غير مقيد او فاضي، فريلي بشكل حر او بحريه. تقولك تكلم معي بحريه لا تقلق، يبقى توك تو مي فريلي. فريلانسر ده اللي هو العامل الحر، فانت بتقولي ان تجد وظيفه كفريلانسر كعامل حر. وكان ممكن اقول فريلانسر او فريلانس وركر. شي وركس فروم هوم، هي بتشتغل ايه من البيت. انت هنا عايز ورك يعني تعمل، فانت عايز بعدها ظرف، واحنا عارفين ان كلمه فريلانس دي هي الصفه والظرف، فعشان كده هناخد فريلانس. يبقى انت كده لما تقول فريلانس وركر هي كده صفه. طب ورك فريلانس يعني يعمل بشكل حر، كده ظرف. We went outside so that we could talk without being overheard. احنا خرجنا للخارج حتى نتحدث بحرية دون ان نسمع، يبقى to talk freely. talk freely انك يكون حر وهو بتكلم. بعد كده بيقول لي sometimes there is a lot of a between children. تعالى نترجم الاول اختيارات. اول حاجه كده compete يتنافس، كومبيتيتيف يعني تنافسي او تصارعي، كومبيتيشن منافسه، ورقم دي برضو كومبيتيشن منافسه. في الجمله بقى بيقول لي هناك كثيرا من الاي بين الاطفال في جذب انتباه امهاتهم، هناك الكثير من التنافس، التنافس اللي هو كومبيتيشن. فانت قدامك كومبيتيشن هنا وكومبيتيشن هنا، طبعا دي مكرره اكيد مش مقصوده، يعني هناخد واحده منهم. Sometimes children have a personalities، احيانا الاطفال بيكون عندهم شخصيات اكيد تنافسيه، فناخد كومبيتيتيف عشان انت عايز صفه. طيب وممكن اقول sometimes children's personalities are competitive، يعني احيانا ما تكون شخصيات الاطفال تنافسيه، كل طفل عايز ياخد حاجه والتاني عايز ياخدها. He decided not to he decided to enter a for the best chef، هو قرر انه يدخل في منافسه مسابقه، يبقى enter a competition. طب ليه مش competition لوحديها؟ هقول لك على تركه كده. لما تكون الكلمه في اللغه العربيه عليها تنوين، اعمل حسابك انك عايز قبلها ا. فلما تقول لي اشتريت قلما تقول لي اي بوت ابن، دخلت منافسه يبقى كومبيتيشن، اشتريت جهازا يبقى اي بوت ا ديفايس، ما تقولش اي بوت ديفايس. If you have a problem at work ask your manager for، لو انت عندك مشكله في الشغل اطلب من مديرك ال، اكيد النصيحه اللي اسمها ادفايس اللي رقم سي. ادفايس الاغنيه دي يعني ينصح، ادفايزبل دي صفه بمعنى منصوح به او مرغوب فيه، يعني ادفايزر الاخيره دي اللي هو المستشار. طب رقم 8 it is not to practice each exercise individually at first، انه من الايه انك تمارس كل تدريب لوحده في البدايه، انه من المنصوح به، يبقى it is advisable. ولاحظ ان advisable زي ما قلت لك منصوح به، دي صفه. 9 I strongly you not to immigrate، انا بقوه انصحك الا immigrate، تهاجر، يبقى advice للرقم 8. طبعا ده معناها ان it is advisable ده هي not to immigrate. خد بالك it is advisable not to مش to not. It was important to me to be financially a of my parent، من المهم بالنسبة لي اني اكون financially ماليا a من والداي. مستر انت شايف ان financially دي ظرف، وانا عارف ان الظرف دايما بيكون بعد صفة، والصفة من هنا تعال نشوفها. independently ظرف معناها بشكل مستقل، اندبندنت ده استقلال، دي اسم. اندبندنت يعني مستقل، ديبند يعتمد على، فانا عايز ظرف، عايز صفه يا عم الحاج، فهناخد اندبندنت. ومعنى الجمله برضه هيكون من الضروري ان اكون مستقلا ماليا عن والدي. طيب 11 بقى، كوبا جيند اي فروم سبين ان 1898، كوبا اكتسبت او حصلت على ايه يعني من اسبانيا في 1898؟ اكيد اندبندنس، حصلت على استقلالها، يبقى اندبندنس الاستقلال. The trial was adjourned due to the A of a key witness. المحاكمة تم تأجيلها بسبب the A
of a key witness بسبب الايه الخاصة بواحد من الشهود العيان الاصليين يعني. تعال نشوف unavailable يعني غير متاح بسبب الغير متاح، لا. طيب availability بسبب توافر، ما هو لو موجود كنا كملنا. available متاح، لا. unavailability عدم توافر او عدم اتاحة، ودي الاجابة. وتعال نترجم على بعضها كده تبقى الجملة على بعضها: المحاكمة تم تأجيلها بسبب عدم توافر شاهدا من الشهود الأساسيين. Smart cars are very expensive such as luxuries are such luxuries are to ordinary people. بقولك ان السيارات الذكية دي بتكون مميزة لان هذه الاشياء من الرفاهية لا تكون متوفرة بالنسبة للسيارات الفقراء. يبقى معنى كده ان هي لا تكون متوفرة، يبقى unavailable. الرقم ايه؟ الجملة تاني كده: السيارات الذكية بتكون غالية جدا لان هذه الرفاهيات، هذه العناصر من الرفاهية لا تكون متوفرة في العربيات العادية جدا بالنسبة للناس الفقراء. He is will A to complete any mission that he is given. هو بيكون ايه عشان يكمل اي مهمة تسند اليه. تعال نترجم: trained يعني مدرب. is trained يعني مدرب، يبقى دي فعلا الاجابة. الترينر دي مدرب، المدرب مستر عمر اللي بيدرب الناس اسمه ترينر. الترينينج ده التدريب نفسه. التريني المتدرب، يبقى انت بتقولي هي از تريند يعني هو مدرب جيدا لانهاء اي مهمه. هي هاز ريسنتلي بين امبلويد از ان اوت تيشر، بقول لك هو تم تعيينه كمعلم تريني. يعني ايه بقى كلمه تريني دي؟ معناها متدرب اللي قاعد في السيشن دلوقتي، او معناها معلم تحت التدريب، معلم تحت التدريب. طب انت عايز تقولي مثلا دكتور تحت التدريب اسمها اتريني دكتور. يعني ايه دكتور تحت التدريب؟ لما يكون اول وظيفته كده فبيشتغل له 3 4 سنين كده بمرتب اي كلام علشان يعني يكون فتره اختبار مثلا، فبيسموها تريني تيتشر، تريني دكتور وهكذا. هير نوت ووز اون هاند تو جيف سام ادفايس. هير ايه؟ اون هاند يعني كان مستعدا لاعطائها بعض النصيحه، او يبقى اعطائها بعض النصائح. يعني اكيد اللي بيدي النصيحه ده المدرب، يبقى هير ترينر يعني مدربها كان مستعدا لاعطائها النصائح. even a quarter of an aspirin tablet، نص حبايه اسبرين. taken in a dose، تؤخذ بانتظام على شكل دوز دي معناها جرعات. taken in regular dose يعني جرعات منتظمة، ما هو الصفة هنا للجرعات، يبقى انت taken in regular doses. خد بالك تاني كده: نصف او ربع حبة من الاسبرين او قرصة من الاسبرين يؤخذ بجرعات منتظمة، يبقى in regular doses. 18 بيقول لك even quarter of an aspirin، برضو ربع قرص من الاسبرين. taken يؤخذ ايه؟ اكيد يؤخذ بانتظام، يبقى تيكن ريجولارلي اللي رقم سي. طب ايه الفرق بين 17 و 18؟ فان 17 بيقول لك يؤخذ بجرعات، خد بالك من كلمه دوزس دي، بجرعات منتظمه، لكن هنا بيقول لك يؤخذ بانتظام، ما قالكش موضوع جرعات دي. ذا كونسل اللي هو المجلس، ولما نقول سيتي كونسل مجلس المدينه. ووز سيت اب تو نوت ذا فيشنج اندستري، المجلس تم انشاؤه لكي يعمل ايه في صناعه الصيد. اكيد تو، اكيد ريجوليت. ايه ريجوليت بقى؟ يعني ينظم. ما تيجي نترجم الاربع كلمات دي عشان فيهم كلمات برضو هتحتاجها. كلمه ريجوليت يعني ينظم. طيب امال ريجولار معناها منتظم. طب ريجولارلي معناها بانتظام. ريجوليشن دي التشريع، او ريجوليشنز التشريعات اللي هي القوانين كده. ان ادفانسد كانتريز ذير ار هيفي فاينز فور ذوز هو فايوليتس، في الدول المتقدمة هناك غرامات يعني تفرض على أولئك الذين فايوليت يعني ينتهكون التشريعات، يبقى ريجوليشن الذي ينتهك التشريع والذي يتعدى على القانون. هارسمنت از نيفر اكسبتد، التحرش طبعا كلمة هارسمنت معناها التحرش، ليس مقبولا اجتماعيا. اجتماعيا يبقى ظرف، انا عايز سوشيالي. لاحظ يا مستر ان عندي اكسبتد صفه والصفه عايز قبلها ظرف. لاحظ ان كل مره بنلاقي نفس الموضوع ده 3 4 5 جمل، صفه وظرف، صفه وظرف. I believe that arts benefit as a whole، انا اؤمن تماما بان الفنون تفيد المجتمع ككل، يبقى benefit society as a whole. طيب بعد كده 23، tiredness is one of the most common symptoms. كلمه symptoms دي معناها اعراض، وهو بيقول لك في الجملة إن التايرنس اللي هو التعب والإرهاق واحد من الأعراض الخاصة بي، أكيد ستريس اللي هو التوتر. طب أمال إيه ستريسفول؟ معناها ضاغط أو مسببا للضغط.
استريست المتوتر نفسه او المضغوط، استريسز يعني يضغط لما يكون الفعل مفرد يوشو ات. فانت هنا بالجمله دي بتقول ان التعب تيرد نس، والتعب او الارهاق واحد من اكتر الاسباب او اعراض التوتر. 24 he doesn't talk to anyone، ما بيتكلمش مع حد. he is feeling very ايه and tired، هو يشعر بانه متعبا واكيد مضغوطا، يبقى ستريسد. feel ستريسد يعني يشعر انه متوترا مضغوطا. لاحظ ان feel دايما بعدها صفه، feel ستريسد. طيب ولاحظ برضو ان صفه تصف الشخص نفسه، يعني هو في اختياراتنا لما يجيب لي مثلا ستريسنج، ما هي ستريسنج دي صفه برضو، او ستريسفول صفه برضو، ليه ما خدناهمش؟ لان ستريسفول معناها ايه؟ ضاغط. لو ستريسد معناها مضغوط، وانت بتشعر انك ضاغطا ولا انك مضغوطا؟ انك مضغوطا، فعشان كده ستريسد. The of children from their parents causes a lot of problems. تعال نترجم كلمة separation يعني عزل أو فصل. طيب separated معناها منعزل أو منفصل. بعد احنا قلنا فين؟ احنا في رقم سي. separable يعني قابل للعزل. separate يعني يفصل ويعزل، أو بشكل أو معناها منفصل برضو. في رقم 25 بقى بقول لك ان ايه بتاع الاطفال من والديهم ده بيسبب كثير من المشاكل، اكيد فصلهم عزلهم، يبقى سيبريشن. ده رقم ايه؟ طيب 26 بقى. I wrote a list of names، انا كتبت قائمه من الاسماء. on a piece of paper، على قطعه من الورق منفصله، يبقى on a separate piece of paper. separate piece of paper يعني قطعه ورق منفصله مفصوله عن الورق الاخر. طيب بعد كده he is searching for a wife he has been from his wife for years، هو منفصل عن زوجته اسمها separated from his wife. طيب امال لو في حصل بينه وبين زوجته نقط، ايه اللي حصل بينه وبين زوجته؟ separation انفصال. teachers continue to suffer silence، المعلمون يعانون او ما زال المعلمون يعانون من سفر، يعانون من سايلنس اندر ذا انجاست سيستم. طيب لاحظ بقى الحته دي كده، يعانون مش من سمتن، هم يعانون في سمتن، يبقى هتقول لي سفر ان سايلنس. ركز معايا تاني، لو انت قلت لي هنا في الجمله دي انا حافظ ان سفر بعدها فروم، هيبقى معنى الجمله يا ترى المعلمون يعانون من سمتن تحت النظام الظالم، ولا يعانون في سمتن يعني بيعاني وهو ساكت ما بيتكلمش، يبقى سفر ان سايلنس. لكن لو انت قلت لي مثلا سفر فروم ذا انجاست سيستم، مثلا يعانون من النظام الغير عادل، كان ممكن. people who work long hours often suffer stress، الناس اللي بيشتغلوا ساعات طويله يعانون من التوتر او الضغط، يبقى سفر فروم. what problems can stress lead at work او not work، ما المشاكل التي التوتر يؤدي، بص انت هتقول ايه؟ اليها وبعدين في العمل، يبقى ليد يؤدي الى اسمها ليد تو، وفي عمل يبقى ات ورك، يبقى ليد تو ات الاولى. سموكينج ليدز، التدخين يؤدي نقط من دينجرس إلنسز، التدخين يؤدي الى امراض، يبقى انت عايز بس كلمه الى يبقى ليد تو. سموكينج ريزلتس ماني دينجرس إلنسز، وعايزين نقف هنا شويه وقفه صغيره كده، ان كلمه ريزلت ان بتساوي كلمه ليد تو، ريزلت ان بتساوي ليد تو. يبقى احنا كده في 32 قلنا ان التدخين يؤدي الى الامراض، يبقى result in dangerous illnesses او disease. طب لو احنا عايزين نقول بقى الامراض تنتج عن التدخين، ينتج عن اسمها result from، فبالتالي هنا هنقول many dangerous illnesses result from smoking. طيب house prices have increased 50%، I can't afford that، اسعار المنازل ارتفعت بنسبه 50%. عايز تعرف ان يرتفع بنسبه اسمها increase by، وتكتب بعد كده النسبه على طول. 35 و encourage people who left school early to train، احنا بنشجع الناس اللي غادروا المدارس مبكرا to train better jobs، ان هم يتدربوا لاجل وظائف جديده. يبقى train for a job، train for a job، خد بالك من دي، train for a job، train to be وظيفه، to be a doctor to be a nurse to be a teacher، وترين as الوظيفه نفسها as a doctor as a teacher as a nurse. اقول تاني، train for a job أو for a teacher's job، train as a doctor، train to be الوظيفة بعد كده، train to be a doctor وهكذا. he 36 he trained a teacher، يبقى trained as a teacher أو to be a teacher، طبعا as أهي، ولو كان في هنا to be كنا خدناها. he trained be a teacher، يبقى to be a teacher.
طيب احنا كده في رقم 37، ركز ان احنا في 35 36 37 نفس حروف الجر او نفس الفكرة بالترجمة يعني. بعد كده رقم 38، he carried working. انت عارف ان carry يحمل، وcarry out ينفذ، وcarry on يستمر. في الجملة يقول لك هو استمر في العمل for the same company for long time، اللي استمر في العمل لنفس الشركة لفترة طويلة يبقى carried on. Your father reminds me a famous actor. أبوك يذكرني بي فنانا مشهورا، يبقى remind me of، لكن ممكن أقول remind to الفعل في الماستر. زي ما في 40 مثلا بيقول لك remind me to phone، فكرني أن أتصل. يبقى في رقم 39 remind of وبعدها الاسم يذكر بي، remind to يذكر بي برضه بس بعدها الفعل في الماستر. I called to remind him. أنا اتصلت، ركز بقى بالمعنى العربي، أنا اتصلت لكي أذكره بي الحفلة. يبقى هنا في حفلة اسم يبقى no, remind him of. 42، حمدي is very tired because he decided to take two new projects at work. حمدي مرهق جدا لأنه قرر أن يقبل اتنين مشروع في العمل، يبقى أكيد يقبل دي اسمها take on. ما أنت عارف إن take on يشتغل شغلانة، لكن هو عايز يسيب الشغلانة يبقى take off. طب take away ياخد وجبة سريعة، ياخد أكل take away يعني. take in يعني يفهم ويمتص ويستوعب. تيك تو يعني اعتاد على، انت اكيد عارف الكلام ده كله. The army is threatening to take in civil unrest. تعال نترجم، تيك اوي قلنا يعني ياخد وجبات سريعه. طيب تيك اون، تيك اون يعني يشتغل شغلانه يقبل شغلانه. تيك ان يمتص قلناها، يمتص ويفهم، وبتساوي كلمه يتنفس اللي هي انهيل يعني، بس يتنفس يشد هواء كده في بطنه بس. تيك تو يعتاد على. طيب وبالتالي احنا كده هنلاحظ ان مفيش ولا كلمه من دول ليها علاقه بالموضوع، لكن في كلمه بقى اسمها حرف جر جديد يعني معانا اسمه تيك اون. بمعنى ايه تيك اون بقى؟ تيك اون معناها يسيطر على، يتولى مسؤوليه. ف بتساوي بالظبط كلمه تيك اوفر، يعني بمعنى لما اقول لك ان الجيش هدد ان يتولى مسؤوليه البلاد في حاله عدم الوصول لتسويه، يبقى المفروض نقول بقى ذا ارمي از ثريتنينج تو تيك اوفر او تو تيك اون. يبقى هنا في الجمله دي احنا خدنا تيك اون بمعنى جديد اللي هو يسيطر على او يتولى مسؤوليه. I asked the assistant to give me two burgers to take. انا طلبت من المساعد ان هو يديني اتنين برجر علشان اخدهم وامشي، اكيد يبقى تيك اواي، تيك اواي اكلهم بره يعني. I have taken getting up very early. انا اعتدت على الاستيقاظ مبكرا، يبقى taken to. واحنا قلنا طبعا taken دي كلها تيك اواي، ياكل بره. تيك اون يعني يتسلم شغل جديد او يتولى مسؤوليه او يسيطر على يعني. تيك ان يعني يستنشق او يفهم ويمتص. وتيك تو يعتد على. His main job is to a the company account. وظيفته هو ان يقوم بحسابات الشركه، وانا عارف ان يقوم بحسابات الشركه اسمها do the company account. 47، it's good to do regular exercise so I running. running دي من الرياضات اللي اخرها ان جي ناخد جو. ركز معايا، احنا بناخد بلاي مع الرياضه اللي فيها كوره، فنقول بلاي باسكت بول، بلاي تنس، بلاي فوتبول، وبناخد جو مع الرياضات اللي اخرها اي ان جي، جو سويمنج، جو فيشنج، جو رانينج، جو دايفنج، جو سكيينج، وبناخد دو مع رياضات العنف، فنقول دو كراتيه، دو بوكسنج والحاجات دي. What did you not in your English last test last week؟ ماذا ايه في امتحان الانجليزي الاسبوع اللي فات؟ اكيد ما تفعلت، يبقى what did you do؟ The United Nations is an international organization in 1945. الأمم المتحدة هي منظمة عالمية تم إيجادها، تم تأسيسها في عام كذا، يبقى founded. أنت عارف إن founded يعني أسست أو بنيت. It is important for patients to understand the risks with their disease. المفروض إن المرضى يفهموا المخاطر التي لها علاقة بي، المرتبطة بي. المرتبطة بي دي اسمها associated with. فعشان كده نقول associated with their disease. Parents must spend a of time with their children. الأمهات أو الآباء أو الأمهات يعني يجب أنهم يقضوا وقت من الوقت مع أطفالهم. Of دي معناها من، فأكيد أنت تقولي كمية من الوقت، يبقى quantity of time. Quantity of time يعني كمية من الوقت. طب اللي بعدها Parents should أو must spend enough a time. في مصطلح انت حفظته اسمه كواليتي تايم. كواليتي تايم اللي هو وقت الفرح، وقت المتعه، وقت الاستمتاع اللي بنقضيه مع العائله. فلاحظ لما تقول لي اوف تايم يبقى نقول كوانتيتي، طب لما تشيل اوف دي فتقول كواليتي تايم. طيب this restaurant offers annual service to all customers. هذا المطعم
بيقدم خدمة عالية الجودة اسمها كواليتي سيرفيس. كواليتي سيرفيس يبقى خدمة عالية الجودة، المطعم بيقدم خدمة عالية الجودة لنزلائه. We should all try to get the balance right. Get the balance right يعني يحقق التوازن الصحيح، وده ايديا من تحفظه برضو. خد بالك لازم تحفظه عشان انت ممكن ليه ما نختارش correct مثلا، وليه ما نختارش wrong، والحاجات التانية دي كلها صفات برضو. الايديوم get the balance right يعني يحصل على التوازن السليم او الصحيح. A balanced diet gives your body the nutrients اللي هي التغذيات يعني it needs to correctly. ولكن ان الدايت المناسب او الصحيح بيعطي جسمك الاشياء الغذائيه اللي هو محتاجها لكي يعني يتحرك او يسلك بشكل سليم، او يعني يؤدي وظيفته بشكل سليم. كلمه يؤدي وظيفته دي اسمها function. عشان كده لما واحد يكون عنده مشكله في القلب فنقول his heart doesn't function. فكلمه function دي هنا فعل بمعنى يؤدي وظيفته بشكل سليم. وكلمه function اصلا يعني وظيفه، لما اقول لك the function of my heart is to كذا. احنا كده في 55. ستة وخمسين بقى بيقول لي he has been for a competition for weeks. هو بيعمل ايه لمنافسة بقاله اسابيع، اكيد هو بيتدرب. he has been training for a competition. نيجي بقى لسبعة وخمسين بيقول لي moment of the film everyone was crying. الملحوظتين اللي في الجملة سبعة وخمسين وثمانية وخمسين دول ركز معي، بقول لك ان احنا بنستخدم المصطلح اللي هو اسمه at the end of. ركز كده، at the end of بستخدمه لما نكون بتكلم عن اخر جزء في فيلم او قصة او كتاب او فترة زمنية. اخر جزء في قصة او كتاب او فيلم او فترة زمنية. انت عايز تقول لي مثلا في نهاية الفيلم مثلا ما عرفش حصل ايه كده، يبقى تاخد at the end of. طيب امال امتى بناخد in the end of؟ in the end of دي بتساوي eventually، بمعنى بعد كل شيء ما حصل. يعني انت فضلت تفكر 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 وفي الاخر خدت قرار، فانا راح اسالك بقى اقول لك ايه what did you decide in the end. يبقى at the end معناها في اخر جزء في الفيلم، الفيلم لسه شغال. طيب in the end بعد ما كل حاجه خلصت خالص انت عملت، فنقول in the end. طيب لو انت قلت لي in the end of the film ده معناها ان الفيلم خلص وبعدين حاجه حصلت، طبعا ده مش منطق. انا اقول لك ايه اللي حصل في نهايه الفيلم، ده معناها ان الفيلم كان شغال في اخر مشهد، ايه اللي حصل في هنا at the end of. طيب فاحنا في رقم 57 بقى بتقول لي not of the film everyone was crying، الناس كلها كانت بتعيط، يبقى ده at the end of the film، والفيلم شغال ساعه ما البطل كان بيموت كده يعني، فاقول at the end of. 58 بقى of every lesson the teacher told the children a little story. في ايه بتاع كل حصه يعني مدرس بيخبر الطلاب قصه قصيره. خد مني برضو الحصتين دول، عايز تعرف in the beginning و at the beginning of. تاني كده in the beginning لوحديها و at the beginning of، ده رقم واحد. طيب فاحنا هنا اصلا في عندك of اهي، فانت هتقول at the beginning of اللي معناها على بعضها كده at the beginning of معناها في بدايه كل حصه المدرس بيحكي قصه للطلبه. طيب at the first part of the lesson مثلا، at the first بعدها اسم at the first part، at the final ده في النهائي، النهاية بتاع المباراة يعني مثلا أو كده، in the start يعني في البداية. يبقى احنا كده في رقم 57 عايز أكد لك على فكرتين، إن in the end of بتساوي eventually، أو in the end بتساوي eventually، at the end of بستخدمها لما أحكي عن آخر جزء في فيلم ومسرحية وقصة أو فترة زمنية حصلت، وهعمل لك عليه برضه تمارين في ورق في مذكرة الوحدة دي. 59 I asked my boss for an not to go to holiday. انا طلبت من المدير بتاعي ايه عشان اروح اطلع اروح اجازه يعني، يبقى طلبت منه اجازه عشان اطلع اتفسح يعني، يبقى day off يوم بعيد عن العمل عشان اتفسح. The price of the holiday flight hotel and taxes. سعر الاجازه تكلفه الاجازه بتتضمن كذا، دايما مع الفواتير خد include دي. يعني ما تكون في مطعم وتقول مثلا هو انا هدفع 500 جنيه، هل ده بيشتمل على الاكل والشرب كله ولا في حاجه تاني؟ فدي اسمها انكلود. قاعد في غرفه فندق وبقول لك ان التنظيف وكل حاجه ب 500 جنيه فدي اسمها انكلود برضه. Could you give me the A for that tasty cake؟ ممكن لو سمحت تقول لي على الايه بتاعه الوجبه اللذيذه دي، اكيد الوصفه اللي اسمها ريسيبي. وعمر از فيري از اوفر ذا مون فور ذا A comments of his teacher. عمر دلوقتي سعيد سعاده ملهاش حل
بسبب التعليقات الايه بتاعت معلمه. اكيد ما دام هو فرحان وسعيد يبقى هي كانت تعليقات ايجابيه، مدرسه بقى بيشيد بي بوزيتيف. طيب وهو لو عمل تعليقات سلبيه تبقى نيجاتيف. I am very sorry for interrupting you. What you are doing. انا اسف اني قاطعتك. استمر فيما كنت تفعل. يبقى carry on. It is better to let children sing for themselves to learn from them. من الافضل انك تسمح للاطفال ان يتعلموا من الاشياء. يتعلموا من الاشياء او يعايشوا الاشياء. يبقى اسمها experience things. كلمة experience هنا معناها يعايش. يعيش الاشياء. يعيش التجربة. Determined to be his own master. مصمما ان يكون مديرا لنفسه. توم quit in 1998 and started working. توم ده ساب الشغل خالص وقرر يشتغل بشكل حر. يبقى عايز ظرف، يبقى فريلانس. لو هنا فريلانسر كنا خدناها، لا طبعا فريلانسر ديت اسم. She was so beautiful that everyone their eyes on her during the party. هي كانت جميلة جدا لدرجة ان كل الاشخاص عملوا ايه بعينيهم عليها طول الحفلة. اكيد ركزوا بعينيهم عليها، يبقى focused. The teacher gave us all a task was to interview for معرفش ايه كده. المدرس اعطانا كل واحد مهمة. مهمتي كانت ان اعمل ان اقوم بحوار مع الطلاب. Some poor people can't bear the high of modern life. بعض الناس الفقراء لا يمكنهم ان يتحملوا نفقات تكاليف الحياة الغالية اسمها cost of life. لكن يكسب قوت يومه اسمها earn his living. Some people can enjoy the high of living. بعض الناس ممكن يستمتعوا بالمعايير العالية، مستوى المعيشة العالي. يبقى standard. يبقى standard of living اللي هو مستوى المعيشة. Cost of life اللي هو تكاليف المعيشة. مصطلحات تحفظها. You can make a timetable. ممكن تعمل a timetable جدولا، يعني ممكن تعمل لنفسك جدولا. يبقى you can make yourself a timetable. اللي بعدها you can make your own timetable. ممكن تعمل جدولك الخاص. Your own timetable. طيب you can make a timetable. ممكن تعمل جدولا. ركز بقى في رقم 77. قلنا you can make yourself a timetable. ممكن تعمل لنفسك جدولا. طيب اللي بعدها 71. قلنا you can make your own timetable. ممكن تعمل جدولك الخاص. 72 بقى بقولك انت ممكن تعمل جدول بنفسك. يعني ايه؟ on your own او by yourself. You can make a timetable by زيها بالظبط، بس احنا قلنا on your own فهنقول by yourself. 74. After our walk in the mountains I really not myself tired. بعد ما مشينا كتير جدا في الجبال انا I really ايه myself tired. وجدت نفسي متعبا. يبقى 74 هنقول found myself tired. I found myself sad. I found myself happy. هكذا. لكن انا ممكن اقول I experienced tiredness. I experienced sadness. After our walk in the mountains I really not from tiredness. انا ايه من، خد بالك من يبقى suffered from tiredness. طب لو قال لك I really not tiredness على طول كنا هنقول I really experienced tiredness، عايشت الإرهاق. أو I really found tiredness. لكن لو في myself ما ينفعش غير found myself tired. وجدت نفسي متعبا. Can you not me the way to the station please؟ هل لو سمحت ممكن تعرفني تخبرني بطريق المحطة؟ يبقى tell me the way to the station. I can my grandfather teaching me to play chords. انا فاكر لما كانت امي بتعلمني اني العب كوتشينا. يبقى I can remember. The manager asked him if he was not for work. هل المدير سأله هل انت يا ابني مستعد او جاهز للعمل؟ انت مستعد للعمل. يبقى if he is available for work. لا دي available. Available. Available رقم B. Where is Peter؟ هو فين بيتر يا جماعة؟ فانت قلت لي he is at work at the moment. طب ما هي كده مش محتاجين حاجة، هو يكون في العمل في هذه اللحظة. يبقى احنا كده ممكن ناخد no word. طب available at work ولا valuable at work؟ available رقم بي تنفع. طب المعنى ايه بقى؟ انت لما تكون بتتصل بحد على التليفون فيقول لك he is not available at the moment. المدير راح تزوره فتلاقي السكرتير بيقول لك معلش المدير is not available. او ممكن يقول لك المدير في المكتب دلوقتي هو available اتفضل زوره. فانت هنا ممكن تقولي فين بيتر؟ فاقول لك بيتر في العمل او بيتر متاح موجود متوفر في العمل. يبقى ايه اند بي صح. 80 بقى a sport is useful way to keep it.
ممارسة الرياضة هي طريقة جيدة لأن تبقى لائقا بدنيا، يبقى أكيد ممارسة الرياضة اللي هي اسمها doing a sport. do معناها يمارس أو يؤدي أو يلعب أو كده. طيب رقم 81 بقى، a sport popular، رياضة معروفة، شيء متحد، يعني إنك تخلي الرياضة تبقى مشهورة ده شيء فيه تحدي، يبقى making a sport popular. طيب وممكن أقولك making a job easy، أن تجعل وظيفة سهلة. طيب 82 بقى، we hope we could our deadline، نأمل إن إحنا نعمل our deadline، الموعد المحدد، إن إحنا نلحق نلحق نخلص في الموعد المحدد، يبقى اسمها meet. meet the deadline معناها يلحق يسلم الشغل في الموعد المحدد أو قبل أن ينتهي الموعد المحدد أو قبل أن تنتهي مهلة العمل. طيب 83 بقى، بيقول لك she suffers from some problems، she is always ill، هي بتعاني من بعض المشاكل الايه، دايما دايما مريضه، يبقى اكيد بعض المشاكل الصحيه، ومشاكل الصحيه اسمها health problems، اوعى تختار healthy، healthy يعني صحيح البدن. طيب بعد كده رقم 84، some painters sketch many not before they start the final painting، بعض البنائين او الناس اللي بيعملوا مباني sketch many before they start the final painting، قبل ما يعملوا الرسمه الاخيره فهم بيرسموا عدد من المسودات، يعني يفضل يرسم لغايه اللون ده وحش يعمل لون تاني، فبحط اللون ده على اللون ده، يبقى اسمها sketch many drafts، draft دي اللي معناها المسوده. 85 I think we can't get rid of stress totally but we can it، بقول لك احنا اعتقد ان احنا ما ينفعش نتخلص من الاستريس، توتر يعني، بشكل كامل، ولكن احنا ممكن نتحكم فيه، فعشان كده نقول manage it، manage our stress، نتحكم في توترنا في ضغوطنا. كايرو ستاديوم about 70,000 spectators، استاد القاهرة بيتسع لحوالي معرفش كام ألف مشاهد، يبقى hold، وعايز تعرف ان كلمة hold on ينتظر، وhold يمسك، hold my hand يعني امسك يداي. all individuals are in the eyes of the law، they are the same، هم كلهم نفس الشخص نفس الشيء، فهم متساوون في عين القانون. كلمة متساوي اسمها equal، أمال equally معناها بشكل متساوي، يعني ممكن أقول لك all individuals are treated equally، يعني يعاملون بشكل متساو، يعني بنفس المعاملة، يبقى هم الاثنين equal أو بيعاملوا equally. طيب علمت عليها عشان اسالها اكتبها لك برضو. hospitals are suffering because of an acute had of doctors and nurses، المستشفيات بتعاني بسبب نقص حاد في الاطباء والممرضات، يبقى acute shortage، shortage ده اللي هو النقص، عندهم نقص في عدد الدكاتره والممرضات. ادم the ache in his muscles and managed to finish the marathon، كلمة ماراثون ده اللي هو الماراثون، ده رقم واحد. الحاجة التانية كلمة muscles اللي هي العضلات، ايك اللي هو الألم، وما تنساش ان كلمة ايك معناها يحن إلى، بتساوي لونج. المهم ان آدم عمل ايه في الألم وفي عضلاته وكمل الماراثون، اكيد اكيد هو refused رفض، ولا accepted قبل، ولا rejected رفض، ولا endured تحمل. endured معناها تحمل، to endure pain يعني يتحمل الألم. بعد كده رقم 90، I was still asleep when the clock went off، أنا كنت ما زلت نائما لما المنبه رن، المنبه اللي هو the alarm، the alarm clock. Can you tell me not you chose the car for، في فور هنا واخد بالك أنت، وأنا عارف إن يا مستر فور معاه وات على طول، What did you choose this car for، ممكن أشيل فور وأقول Why did you choose this car. 92، Can you tell me not you chose this car، من غير فور يبقى هنا هنقول Why، Why did you do something for، what did you do something for، أو why did you do something، what مع for من غير for يبقى why. 91 و92 عليهم جمل برضو، he was too shocked to give an of what had happened، هو كان مصدوما جدا أن يعطي إيه لما حدث، give an account أن يعطي تفسيرا لي، give an account to يعني يعطي تفسيرا لي، يفسر ما حدث، بتساوي كلمة explain what happened أو justify مثلا. The move was so expected that he lost his and fell to the ground، بيقول لك إن التحرك ده كان غير متوقع، يعني حصل فجأة وتحرك، عشان كده هو فقد توازنه أكيد يعني، ووقع، ما هو عشان تحرك مرة واحدة العربية مشيت فجأة، فهو فقد توازنه، his balance،
he has taken two not up till the middle of the night. هو اعتاد على انه يسهر طول الليل، يبقى stay up late معناها يسهر. بس في مشكلة، ايه هي؟ ان take two يعني يعتاد، في وصف الترجمة يعتاد على، فكلمة two هنا بمعنى على، ولما يكون في كلمة two بمعنى حرف جر بناخد بعدها ing، فيبقى he has taken two staying، عشان take two بعدها فعلا بضيف له ing دايما، والفكرة ان take two يعتاد على، يعني two هنا حرف جر. Our weakness is not that we not money but that we don't have the will to act. الضعف بتاعنا ده مش لاننا ما عندناش فلوس، ينقصنا الفلوس، يبقى we lack money. There will be penalties. Penalties يعني عقوبات. في هنا lack بالمناسبة وshortage عشان نعملهم جمل. There will be penalties يعني هيكون في عقوبات if the government misses the air to cut air pollution. cut air pollution دي معناها تمنع او توقف تلوث الهواء. لو الحكومة فاتها الديدلاين، الموعد المحدد اللي حطته وقالت هنقضي على التلوث فيه، لو عدى الديدلاين هتتعاقب الحكومة. The teacher wants the children to not confident. المدرس عايز الطلاب ان هم confident، ثقة او واثق، يعني يبقى feel confident، يشعرون بالثقة. I do enjoy my hard job and hard work but I need as well. انا بستمتع بشغلي جدا ولكنني كبني ادم يعني I need rest، محتاج راحة. That thanks to modern technology some people are not work everywhere they are. بسبب التكنولوجيا الحديثة الناس دايما بيكونوا at work everywhere they are. وانت نايم على السرير شغال في شغلك، بتخلص حساباتك وانت نايم على السرير، وانت قاعد في الصالة على الصوفة بتخلص شغلك، فاسمها دايما at work، الناس دايما في شغلهم. طيب 101 بيقول لك I looked everywhere the book but couldn't find it. انا بحثت في كل مكان عن الكتاب لكنني لم اجده. يبحث عن اسمها look for، وخد بالك look for بتساوي look بتساوي search for بتساوي in search of، وهكتبها لك انا دلوقتي هنا. دي رقم 101 in search of. ماشي. طيب 102 the police took our address and phone number. عايز اقول لك ان البوليس دونا رقم تليفوننا وعنواننا، فاسمها تيك داون. تيك داون يعني يدون اسمك، يدون عنوانك. طيب 100 احنا كده خدنا داون بتاعت 2 توك داون اللي هي دي 103 بقى. هير سبورتس كارير توك اي افتر شي وان ذا كومبيتيشن. انت لو فاكر احنا قلنا تيك داون يدون، تيك اب معناها يشغل، سواء يشغل شغلانه او يشغل حيز، يعني الترابيزه دي شغله المكان فنقول تيك اب. اشتغلت في الموسيقى يبقى تيك اب. طب انا فضلت مهتم بمجال القراءه فتره طويله فنقول تيك اب. طب تيك اوف دي معناها ياخد حاجه من حاجه، يعني تيك ا بين اوف ماي باج مثلا او اوت اوف ماي باج كمان. طب تيك اوف دي معناها يقلع الطائرة، يخلع ملابسه، يزيل بقعة، ومعناها يزدهر. فهو بيقول لك ان حياته المهنية ازدهرت اكتر، انطلقت بعد ما فاز بالمسابقة. She talked too much and made herself ill. وعايز اقول لك ان هي تولت مسؤوليات كتير جدا، استلمت اعمال كتير جدا فاصبحت مريضة. انت عارف ان يبدأ عمل او يقبل شغل اسمها take on. I have some health problems that I need to take few days. عندي مشاكل صحية فعايز اخد اجازة، يبقى take off. 106 عادل امام is a well-known actor the synonym of well-known. هو بيقول لك synonyms، خد بالك بيقول لك عادل امام ده ممثل مشهور جدا. الكلمات اللي بتديني نفس معنى عادل امام، معنى كلمه well-known، عندك proven مثبوت، ولا professional محترف، ولا famous مشهور. طبعا famous دي وانت مغمض عينك هتاخدها، وانت مغمض عينك. طيب كان احنا فين؟ يبقى احنا كده قلنا بروفن او بروفن مثبت من التصنيف الثالث من يثبت، بروفيشنال محترف، فيمس مشهور، رينوند ما هو نوند معروف، يبقى رينوند مشهور او معروف، سكسسفول ناجح، يبقى هنا خدنا اثنين بس. I can see no merits in excluding that child from school. انا لا ارى ان هناك اي مميزات في ان احنا نستقصي الطالب من المدرسه. الكلمات اللي بتساوي كلمة merit، merit يعني ميزة، بتساوي كلمة، تعال نشوف بقى. برص طبعا مميزات، وكونز عيوب،
awards منح، effect تأثيرات، advantages مميزات. يبقى انت خدت اتنين. هو برضو هو في السؤال اصلا في رأس السؤال بيقول لك choose two correct answers. طيب if بيقول it was my task to wake everyone up، كان وظيفتي ان اصحي الناس كلها. in the morning في الصباح. the synonym of task here is، الكلمة اللي بتساوي كلمة task هنا، task معناها مهمة، يبقى بتساوي mission و job. ادي mission اهي وادي job اهي، لكن rock صخرة و capacity اللي هي ساعة، ability قدرة. بعد كده the school will only allow this in special circumstances، المدرسة هتسمح بذلك في حالات خاصة. السينونيم بتاع كلمة special، كلمة special معناها خاص، يعني هتساوي كلمة known معروف، exceptional خاص أو مميز، مايسترس يعني غامض، سبيسيفيك خاص، سيكريت سر لا. يبقى هما اتنين فعلا. هي از فيري اوبتيمستيك اباوت هيز تشانس، هو متفائلا فيما يتعلق بفرصته. عكس كلمه متفائل، عكسها متشائم، سيرتن مؤكد، اجنورنت جاهل، هوبليس فاقد الامل. ما هو المتفائل عكسها فاقد الامل، تولرنت متسامح، ولا ديبريسد معناها مكبوت او فاقدا للامل. يبقى كده خلصنا ال 110 جمله الموجودين على الكلمات. الفيديو ده قبل ما يترفع هيكون الفيديو القواعد موجود، فاعمل حسابك ان الفيديوهات الاثنين موجوده. هنحاول نجري شويه على في الكتاب ده، يعني ان شاء الله النهارده الفيديو ده اترفع النهارده يوم الثلاث بامر الله رب العالمين. يوم الخميس الوحده السته هتكون موجوده، ويوم الجمعه هيكون في وحده برضو. انا هحاول اضغط على قد ما اقدر في الوحدات دي بحيث نخلص محتوى الشهر ده، يكون عملنا حاجات كتير جدا في الكتاب ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.